رحلة عمرك ألوان ألوان، رحلة عمرك ألوان، كل صفحة قدر ترسم لك صور، رصنا في البشر رحلة عمرك ألوان. يا من عمرك سافر، خذ الحكمة نهار، في كل دوحة ثمار، رحلة عمرك ألوان. يا من عمرك سافر، خذ الحكمة نهار، في كل دوحة ثمار، رحلة عمرك ألوان. رحلة عمرك ألوان ألوان، رحلة عمرك ألوان، لك القصة آثار، تمهل في النار، تأمل في العبار، رحلة عمرك ألوان. سمعك والبصر في ليل السحر، لك يضوي القمر، رحلة عمرك ألوان ألوان. رحلة عمرك ألوان ألوان، رحلة عمرك ألوان. هلا هلا بالغالي، هلا محمد، هلا. ايه ايه جاهز جاهز، بس عندي شغلة، خلني خلص وامر عليكم. خير ان شاء الله، ايه على الموعد، اطمن لا تخاف. ما عندنا واحد ثاني؟ للأسف ما في. يلا بروح اشتري واحد غيره وبجي جوال. لا تأخر عامر ان شاء الله. Thank you.
وينك يابا؟ قاعد اسوي البنشر. شلون وين رحت؟ عندي تصوير فيلم مع اصدقائي. وانت للحين يا هالافلامه اترك عنك هالهرج والمرج وسوي البنشر وتعال بسرعه، عندي شغل ضروري. ان شاء الله يابا. وينك؟ ما صار ليت هذا؟ اسكت، وانا طالع صاندي بنشر قاعد تصلح فيه لمتصل والدي بالسيارة، رحت رجعتها وكان الحين بين ايدك. هلا هلا بالفنان الكبير. هلا هلا ابو صلاح، وينك؟ الظاهر عندك عمل جديد. ايه والله، متصلين فيه شباب من كم يوم يبون يمثلون مشهد، فنشجعهم شوي يعني. يعطيك العافية، يعطيك العافية يا فنان الكبير. الله يعافيك، وينك انت؟ يلا يلا اوكي. واجد تأخر علينا سلمان، اتصل فيه ما يشيله. ايش تعامل ايانا بهالطريقة؟ السلام عليكم شباب، سامح على التأخير. واجد تأخرت علينا يا سلمان. وش أسوي؟ خلصت أشغال عندي مهمة ما كان جيت. بس إحنا متفقين إياك على الساعة 9، شوف الساعة كم الحين. يا أخي أنا مو فاضي. ثانياً أنا أجيني بلاش. تباني أخلي كل أشغالي وأجيك؟ أنا ما قلت لك عطل كل أشغالك وتعال، إحنا اتفقنا إياك على الموعد وأنت وافقت. زين يلا يلا خلصنا. شفت النص يا أبو جميل؟ صراحة لا. عاد المهم راح يكون دورك عن شخص يبغى يوصل رسالته للعالم كامل، زي. وانك عايش في الحياة حالك حال اي انسان يعمل على تحقيق مستقبله. بس بسيط. يلا وجاهز ابو جاسم؟ انا جاهز. يلا روح. رغم كل الصعوبات والمشاكل اللي تواجهني. يلا يلا بدي. نعم. 3 2 1 اكشن. رغم كل الصعوبات لازم احصل على مبتغاي، والمشاكل اللي تواجهني لازم اوصل في نهاية الطريق. ستوب، انت عكست الحوار. ثاني يوم وين ثيابك؟ ما بدلت. جيب لي قميص من عند اخوك. الحين هذا الدوران اللي سويته قاعد يدل على انك تبحث عن ذاتك، زين؟ بعدها تروح تجلس على الارض عند اخر نقطه وقفت فيها، وان شاء الله هناك بنسوي الحوار. هاي السيارة ما كانت يانا في الكادر، منو صاحبها؟ يلا تحرك اتصرف. ما في وقت، يلا يلا. خلاص ما في فايدة، إضاءة كلش.
وش الكاميرا جايبينها من المتحف. 3 2 1 اكشن. هذا المقطع مو محتاج كامل، 5 ثواني كفايه منه عادي. اوكي هلا عصام، يعطيك العافيه. ويش جاهز الفيلم؟ تدي اوكي تقريبا، باقي بس المؤثرات الصوتيه وخلص. سرع روحك شوي لان باقي بس بكره حق تسليم الافلام. بس يعني خلاص الليله ان شاء الله بيكون جاهز. يعطيك العافيه، في امان الله، مع السلامه. نكون على اتصال. المقطع صور 5 ثواني. ايه كيف اجل حط لنا المقطع رقم هاي 87. اوه هالحار سيبت اللي سويناه انت الحين؟ باقي مؤثرات صوتية. قاعد تسوي؟ هلا يبا، قاعد اكتب قصة. ترك عنك القصة يا شكسبير، قم جيب لنا بربيات خبز ان شاء الله. يو انا اقترح نكتب موضوع عن الفقر. بالعكس، عن الامراض النفسية احسن. لا بالعكس، لان موضوع الفقر كثير من مجتمعنا يعاني منه. انا ما اختلف وياك في هذه النقطة، لكن موضوع الفقر بيكلفنا واجد. السلام عليكم. عليكم السلام. اي نعم، احمد وياك. عزيزي بالنسبه لفيلمك لن اقف، طبعا قررت لجنه التحكيم ان راح يكون خارج المسابقه، فاذا حبيت يكون العرض على هامش المهرجان فهذا الشيء راجع لك. بس ممكن اعرف سبب عدم دخول المسابقه؟ هذا الموضوع ما لنا علاقه فيه، بامكانك تستفسر من لجنه التحكيم. مع السلامه. خير ان شاء الله. شكله في مشكلة في الفيلم. الو السلام عليكم. عليكم السلام. بس ممكن اعرف سبب رفض فيلم لن اقف؟ لحظة بس خليك اياي. فيلم لن اقف، لن اقف، لن اقف، لن اقف، اي هذا هو لن اقف. والله شو اقول لك، طبعا ملاحظه اللي مخليها هني. الفكره طبعا كانت مميزه وجميله، يعطيكم العافيه، ما طرحت في باقي الافلام اللي تقدمت لنا. اما بخصوص الحوار يحتاج الى كثير من المراجعه والتدقيق، طبعا بعضها غير مفهوم اللهجه. اما بخصوص الصوره فيحتاج الاخو الفيلم الى مشهديه وجوده في الصوره. جوده الصوره كانت ضعيفه جدا لما احنا نقارنها بباقي الافلام اللي تقدمت. وعلى ذلك اتخذت اللجنه عدم مشاركه الفيلم بالمسابقه، وسامحني الاخوات. اي نعم. على العموم اشكركم على هذه الملاحظات، في امان الله. انت الحين مشتقات الفقير، مثل ما الفقير ممنوع على اشياء واجد، احنا بعد خلى شوي يعتدل وضعنا عشان ناخذ كاميرا احسن. بس انا موجود وافكاري موجوده. هذا الكلام ما اقول خيره، يعني اذا ما كنت امتلك كاميرا متطوره يعني ما اقدم عمل، ما اعطي افكاري للناس، ما اصور.